اهلا وسهلا بك عزيزتي. اليوم راح نسوي خبز التوست بدون بيض او حليب. هذا اللي دا تشوفيه امامك. هسه اشوفلك المقادير وطريقة العمل. عزيزتي، المواد اللي نحتاجها اليوم لخبز التوست هو احتاج هنا 15 ديسيلتر او استكان طحين ابيض، بس انا ما احب الخبز ابيض. خلطت نصفه ابيض نصفه اسمر، خميرة واحدة 50 غرام، قالبين عندي لبسته بالورق، هسا راح ادهنه بالزيت قبل ما اخلي الخبز. كل قالب لتر ونص. احتاج 6 ديسيلتر او استكان ماء دافي. احتاج 4 ملاعق طعام من السيراب او الجلوكوز اللي يستعمل للخبز والمعجنات. احتاج 2 ملاعق من الطعام الزيت. احتاج 2 كوب من الملح. اول شيء راح اخلي الماء 6 ديسيلتر عندي، اخليها كلها. اخلي الخميرة، اكسرها كل الخميرة واخليها هذا الماء. اضيف للسيراب ايضا 4 ملاعق طعام من السيراب. انا مقياس ايدي اعرفه لانه مو اول مرة اسوي الخبز. 2 3 4، 4 ملاعق سيراب. وراح اعجن هذه المواد، اخلطها شوية مع بعض، بعدين راح اضيف لها الطحين. هسه راح اضيف نصف الطحين بعد ما خلطت الخميرة مع الماء. اضيف نصف الطحين. دائما انا متعودة ما اخلي الطحين كله مرة واحدة بالعجين، واخلي 2 ملاعق طعام، 2 كوب عفوا، 2 ملعقتين كوب من الملح، و2 ملعقتين طعام من الزيت راح اضيفهم هسه. 1 2 كذا صار. راح اخلط هذه المواد وارجع لكم مرة ثانية. راح اضيف باقي الطحين واكمل العجن، وبعدين افرغه بالقوالب الخاصة بالخبز التوست. مثل ما تلاحظين بعد ما انتهيت من العجن، طبعا عجينة هشة جدا، هكذا هي هشة جدا العجينة. قسمت، دهنت ايدي بالزيت وقسمتها على هذه القالبين، وهسه راح اغلفها بالنايلون بس اعدلها من الجوانب. هالشكل صارت عندي. راح اغلفها، اغطيها بالنايلون. واخليها عندي هنا مي دافي، خليت هذا، راح اخليها هذه القوالب بالماء الدافي لمدة ساعة لاجل ان تختمر، وبعدها راح اخليها بالفرن. عزيزتي مثل ما تلاحظين اختمر عندي الخبز. سأرفعه من المي، اشيل من عند النايلون. عزيزتي مثل ما تلاحظين الخبز بعد ساعة او اقل من ساعة من شوفي يختمر يرتفع. ارفعي من حمام الماء الدافي، وكنت مغطيته طبعا. حضرت هنا عندي، شغلت الفرن درجة حرارة 250. عندي هنا لبن مع الماء خلطته، راح ادهن الخبز بهذا اللبن، او اذا انت تحبين بيض تدهنين بالبيض، بس انا افضل اللبن. راح ادهن على مهلي الخبز كله باللبن،
اللي عندي. واذا عندك سمسم او اي شيء انت تحبين تحطين على الخبز او بدون ما تحطين عليه شيء انت يعني اختياركي. خلي له سمسم. عندي هنا سمسم وحبة السوداء مخلوطين مع بعض. هسه راح اخليه بالفرن. طبعا سخنت الفرن درجة حرارة 250، بس من اخليه بالفرن اوطي درجة حرارة الفرن الى 200 واتركه بين 30 و 35 دقيقة بالفرن الى ان ينضج الخبز عندي. عزيزتي هو هذا الشكل النهائي والاخير للخبز بعد ما خرجته من الفرن. هسه ارفعه هو والورق بهذا الشكل، ازيل الورق من عنده هكذا، والثانية نفس العملية. هو هذا شكل الخبز اللي سويته. ما راح اقطعه هسه الخبز، راح انتظر عليه الى ان يبرد، اتركه من الشباك الى ان يبرد تماما، بعدين اجيب اقطعه بسكين، يعني سكين منشار تكون افضل. هسه راح اتركه يبرد بعدين راح اقطعه. عزيزتي هو هذا الشكل النهائي والاخير للخبز، خبز التوست، بعد ما طلعته من الفرن خليته يبرد بعدين قطعته. هو هذا شكله النهائي. طبعا من يبرد وقطعه اكيسه بهذه الطريقة واخليه بالفريزر وقت ما نحتاج نطلع لنا خبز. اتمنى تعجبك طريقتي بصنع الخبز وتجربيها، وشكرا جزيلا للمشاهدة.